le terrain. Bien sûr, il y a des travaux, le bilan des activités au niveau des. على مدى تطبيق توصيات المنبثقة عن الملتقى. نجتمع اليوم في هذا اللقاء للوقوف على مدى تطبيق توصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني الأول لتجديد المنظومة الصحية المنعقد في 8 و9 جانفي 2022 الفارط والمتعلقة بنظام التعاقد. يعد النظام التعاقدي خيارا استراتيجيا لتحسين أداء المنظومة الصحية، فهو أكثر من مجرد علاقة بسيطة بين الأطراف متعاقدة، كونه يعتبر تحديا يكمن في البحث وتطوير شراكات حقيقية وشراكات دائما. اليوم اجتمعنا مع 5 قطاعات وزارية اللي عندهم تدخل بالنسبة للنظام التعاقدي. الممثلين اللي جاوا عن القطاعات الوزارية هادو كان باش نديروا إنشاء اللجنة اللي راح تعمل معا، لأن عندنا عدة شهور نعمل على تحسين النظام في المستشفيات، والآن لازم يتدخلوا القطاعات الأخرى لأن عندهم دخل في التكفل بالمريض.